حلقتنا لليوم من هالقرية البسيطة قرية بازية، ويلي بتقع بريف حلب الغربي وبتتبع على مدينة دار تعزة، وبتقع شمال شرق مدينة دار تعزة بالتحديد. طبعا القرية البسيطة يلي بتمتاز بهواها النقي والجميلة الصراحة بمناظرها الخلابة. تابعوا معنا لنتعرف أكثر عنها. الأخ طه نور الدين مسؤول الزراعة في قرية بازهير. أهلا وسهلا. المهنة الأساسية الزراعة وتربية المواشي وقطاع الدواجن. نعم، بنبدأ بالزراعة، حكينا شو هي أنواع المزروعات اللي بتزرعوها. تشتهر قرية بازهير بزراعة أشجار الزيتون والمحاصيل العلفية وبعض الخضروات الصيفية والشتوية. شو شد عدد أشجار الزيتون تقريبا؟ أشجار الزيتون تتراوح ما بين 25 و 27 ألف شجر الزيتون. ما شاء الله. بجميع قرية بازهير. ويبلغ يعني مساحة نسبة 35% من المساحة الكلية لمساحة قرية بازهير بأشجار الزيتون. ويوجد بعض مساحات المحاصيل العلفية مثل الجلبان، حبة البركة، الشعير، الحنطة، يعني محاصيل علفية، وبعض المساحات من الخضروات الصيفية، البندورة، الفليفلة، الباذنجان، البامية، في مشاريع ريب التنقيط، مشاريع كلها الخضروات مروية. زراعة أنفاق أو زراعة البينية بين أشجار الزيتون عم تكون لا يوجد ولا ما في؟ لا يوجد. ما أبدا ما استخدمت. ما استخدمت. شو السبب؟ السبب لأن الأرض تعتبر ما هي صخرية تقريبا وغير صالحة لزراعة البينية. نعم. محاصيل البينية. نعم. تربية الحيوانات، شو هي الأنواع الحيوانات اللي تمتاز قرية بازهير بتربية المواشي واعتماد الأخوة المواطنين بالدرجة الأولى على قطاع السروي الحيوانية، أغنام، أبقار، ماعز، وتعتبر منطقة أو قرية بازهير من القرى المعتمد بشكل رئيسي للأخوة المواطنين على تربية المواشي، أغنام وأبقار وماعز. ويوجد عندنا نسبة من الأغنام تتراوح عددهم بحوالي 4300 رأس غنم و165 رأس من الأبقار و600 رأس من الماعز. نعم. بالنسبة للمداجن موجودة. المداجن تمتاز قرية بازهير بكثرة المداجن بها، وتتراوح ما بين 40 إلى 45 مدجنة في قرية بازهير. نعم. هي شغالة هلأ ولا ما؟ يوجد بعض منها عاملة، يوجد فيها يعني صوص، وبعض منها متوقف بنسبة أكبر، يعني يعتبر يعني النسبة العظمى متوقفة عن العمل بسبب أغلى غلاء العلاف والفحم والتدفئة والمياه والوضع بشكل عام. يعني لاحظنا في صعوبة، لاحظنا عندكم أنه في يعني ما شاء الله مي كثير، شد تقريبا بتطلع المي عندنا. المي بقرية بازهير الحمد لله الله أكرمنا فيها، يوجد فيها نسبة من المياه يعني جيدة، يعني بعض أقل شيء يعني 40 متر مياه توجد، وبحدود أكثر شيء 150 متر، والحمد لله متوفرة المياه والكهرباء بشكل جيد الحمد لله. الحمد لله. طيب موضوع أهم احتياجات المزارعين ومربي المواشي هلأ شو هي بتحتاجهم، شو هي الصعوبات اللي بعانوا منها كمان؟ بالنسبة لقطاع السروي الحيوانية، المواشي، أغنام، الأبقار واللماعز، تعاني من ارتفاع أو غلاء بأسعار الأعلاف وقلة المساحات الرعوية ومن ارتفاع الأدوية، الاحتياجات يعني الأدوية بالنسبة للمعالجة بالنسبة لقطاع السروي الحيوانية. أما قطاع المداجن بسبب زبزبة السوق المحلي ما بين التاجر والمربي وغلاء الأعلاف والأدوية واللقاحات
واحتياجات تربية الصوص، من تربية الصوص من العمر يوم حتى الإنتاج 45 يوم. يوجد غلاء بالأعلاف والتكلفة، مما يضطر المربي إلى العزوف أو التوقف عن تربية أو وضع المجنة بالعمل. هون في المنازل يعني نشوف ما شاء الله المتنوع الزراعات ضمن المنزل. تنوع الزراعات لا يخلو أي منزل في قرية بازير إلا يكون به أو من ضمنه زراعات نحن نقول لها حاكورة، زراعات أشجار مثمرة، كرمة، عنب، يعني رمان، أشجار مثمرة مثل دراغ، فواكه، يعني بسبب أنه توفرت المياه، آبار في آبار مياه، يعني كل منزل لا يخلو أو بعض المنازل أغلبها يوجد فيه آبار مياه سطحية تخدم المنزل. لهذا السبب يكون الوضع المنزل زراعات صيفية في كل منزل احتياجاته موجودة والحمد لله. أحكينا عن التين، سمعنا عنه عندكم التين طيب ويعني كمان زراعته مشهورة في بالنسبة قرية بازير تشتهر بالإضافة إلى زراعة أشجار الزيتون، الشجر المباركة، وأشجار التين. يعني أشجار التين نوعين عنا، يعني كسرتون النوعين، التين السلطاني المعروف بتذوقه الحلو ومنظره الرائع، والتين الحلبي كان ذلك الأمر. يوجد نسبة لا يستهان فيها من أشجار التين لطبيعة جغرافية المنطقة أو القرية، أي تتحمل العطش وجغرافية التربة، انه هي منطقة جبلية، منطقة جبلية، منطقة جبلية بزراعة بتين. نعم. بس انه هو بتحمل العوامل الجوية شديدة والبرودة أو الحرارة. الله يعطيك العافية. الله يبارك فيكم ويعافيك، واهلا وسهلا فيكم قناة حلب اليوم. نحن نتمنى منكم لفت نظر المنظمات لدعم الأخوة مربي السري والحيواني، لأن الاعتماد الكلي للأخوة في قرية بازير المواطنين على هذه السروي القيمة، والتي تعتبر المدخل الرئيسي والوحيد للأخوة المواطنين في قرية بازير، وهي السروي الحيوانية وقطاع الدواجن. إن شاء الله. بارك الله فيكم، أهلا وسهلا وحللتم أهلا. جمعة رمضان أبو محمد، أهلا وسهلا. من قرية بازيهر، أهلا وسهلا. عم أول شيء حكينا عن تاريخ المنطقة هون. المنطقة قديمة جدا، بس ما هو معروف عنها إلا من تاريخ العصر الروماني وما بعد. نعم. العصر الروماني كانت مأهولة، يعني هي أقدم من العصر الروماني. أقدم أكيد، لأنه نعم. فيها المغاير كانت قبل العصر الروماني. نعم. كانت كهوف. نعم. تسكن قبل العصر الروماني، ما حدا بيعرف عنها شيء، ما حدا مترخى الأمور هي. العصر الروماني معدي عليها عوامل طبيعية، الله يعلم زلزال ومهدمة البيوت كلياتها. فبعد العصر الروماني انسكنت فترة طويلة، عدى عليها وباء من شي 200 سنة أو أكثر وقضى على السكان كله. من بعد الوباء هذا انهجرت القرية فترة طويلة، رجعت من شي 120 سنة تقريبا انسكنت وانأهلت من السكان الحاليين الموجودين. ما نعرف ايش هو الوباء يلي مر هون. والله يقال الختياري يقولون الهواء اصفر، كان الهواء الاصفر اسمه الكوليرا. نعم نعم. طيب ذكرنا أهمية المنطقة. المنطقة تقع الى شرق قلعة سمعان شي 3 كيلومتر تقريبا، الى الشمال الشرق من مدينة دار عزة. كانت منطقة استراتيجية على خط انطاكيا، خط انطاكيا التجاري بين طريق حلب آسيا. انطاكيا. نعم نعم. وكان في السكان يعتمدوا على الزراعة، وباعتبار انه وعلى تربية الحيوانات.
ما كان في تجارة، كانت هي خط تجاري، ما هي مدينة تجارية فقط لمرور القوافل يعني التجارية. تقريبا شو تبعد حلب عنا؟ كخط نظر تبعد شيء 15 كيلومتر. نعم. كعلى الطريق العام من هون إلى حيان لحلب 30 كيلومتر. نعم. ودار تعزة تقريبا من هون لدار تعزة 5 كيلومتر. ولقلعة سمعة قلت لنا 3 كيلومتر. 3 أو أكثر شوي. نعم. عمر السكان الحاليين شو؟ من 120 سنة تقريبا. 120 سنة. من وين أصلاً؟ نعم. أصلاً من دار تعزي. أجوا من دار تعزي. شو سبب إنه طلعوا يعني من دار تعزي؟ كان في دار تعزي منطقة يصير ضغوط على المربي الحيوانات، ضغوط بدهن مي بدهن مرعى، يجوا يسكنوا هون سكن موسمي. يجوا بنهاية الربيع ويروحوا في نص الخريف تقريبا، يرجعوا على دار تعزي، يجوا هون على المي. كلها هون في آبار رومانية يجمعوا فيها مي في الشتاء ويسقوا منها الحيوانات في الصيف ويرعوا حيوانات هون ويعودوا ويرجعوا في الشتاء لهونيك على دار تعزي. بعدها صاروا يعمروا يأهلوا المباني المهدمة يأهلوها ويسكنوا فيها، يعيدوا بناء ويسكنوا فيها. منهم عادوها بعد الطريقة الأحدث يعني من القديم، ومنهم عادوها على ما هي رمموها وسكنوها. مثل ما أنا شايفين يمكن هون المباني اللي حوالينا ونحن عليها هي كمان تم إعادة بنائها. هل البيت هذا نعم. بيت أول بيت تعمر في بازية. أول بيت تعمر قبة على شكل قبة، مبين بناء قديم جنب المبنى. نعم. هو نفس البناء بس مأخوذ نصه يعني معمر مأهل. هو كان روماني كان يعني روماني. حسب الأحجار بي قديمة جدا أو رومانية يعني ظاهر. نعم. وتم إعادة تأهيله وسكنه. نعم. والمغر ما سكنوا في المغر أبدا؟ يسكنوا في المغر قبل ما يجوا يسكنوا في المغر كانوا أول. وقت كانوا يجوا فقط رحلة الصيف يسكنوا في المغر. نعم في المغر. بعدها لا شو تحولت المغر؟ بعدها تحولت لتربية الحيوانات. تربية حيوانات صارت لحد الآن يعني اللي عنده هلا بالنسبة للثروة الحيوانية شبه انقضى عليها بسبب الفقر وسبب الحرب اللي صايرة اليوم. نعم. شو متذكر ضيعة صغرك أنت عمي؟ والله أنا كنت ألعب على الأحجار أطلع نلعب نحن الأولاد الصغار هون يعني. أنت ولدت هون في هذا البيت ذكرت لنا عنه. أنا ولدت هون بهالبيت اللي هلا عم نصور عليه. نعم. أحيانا شو بتذكر صغرك؟ والله كان في عنا هون بهالحكورة هي أشجار مثمرة، كان جدي الله يرحمه ياخذنا عليها نروح يطعمينا من هالمشمش، طعمينا من هالإنجاص البلدي اللي هلا ما بقى نعم. مشوفه طاوي. ياخذنا نهار الجمعة دار تعزي، كان في بازار بدار تعزي، ياخذنا نروح على دار تعزي يشتري لنا هالأكلات الطيبة. نعم. الله يرحمون. الله يرحمه يا رب. أنا رحت درست في مدرسة كفرنتين من الأول للصف السادس، هون ما كان في عنا مدرسة. ما كان في مدرسة. كم بيت كان وقت بتتذكر؟ أولي كنا شيء 10 عائلات، 10 أو 12 عائلة بس. نعم. وهن كلهم أولاد عم يعني؟ كلهم أقرباء أولاد عام. نعم. من بعد التسعين عام 1990 الهجرة من المدينة للريف صارت كبيرة، فأغلب الناس هاجرت ورجعت توسعت وبركت هون. نعم. كنا نعمل أعراس أولي، أعراس شعبية. قديماً كان العرس يظل ثلاثة أيام. أي أول نهار الحنة، ثاني نهار الزفة، ثالث نهار يعملوا عزائم وطعموا العالم، بعد كل مين يروح على بيته. بعد مع الزمن والاختصار الزمن الشعب صار يحافظ على الزمن، صار العرس نهار واحد ما الصباح على المساء، يجي المساء يخلصوا آخر الليل كل مين يروح. نعم. هون في موسم الحصاد بيطلع كل العائلات على الحصاد. سابقا ما حدا كان يستاجر عمال ابدا، كلياتنا نتعاون مع بعضنا، العيال كلها تطلع، كل العائلات كلهم يروحوا يحصدوا مع بعضهم. في موسم الزراعه الكل يقوموا يزرعوا مع بعضهم. اليوم انا عندي فدان، جاري ما عنده فدان، اروح اساعده افلح معه واساعده. كان عملنا كله دائما بيبتدي على اليد العامله، لانه منطقتنا جبليه والالات ما بتشتغل فيها. ولحد هاي اللحظه هيك عم تشتغلوا ولا تطورت؟ يعني تطور شيء بسيط جدا، بس العادات القديمه لسه يعني العمل على العادات القديمه، على المحراث القديم وحصاد المنجل
يعني لسه فلاحة الأرض على الفدان والحصاد يدوي. القرية كانت مزروعة بشجر التين وشجر الزيتون، كان فيها شجر التين كتير، يعني تغذي المنطقة كلها بالثمار التين. نعم. يروحوا على دارة عزي، على ترمانين ياخذوا تين من هون، يروحوا على نبول، على الزهراء، على عنادان، وقسم كبير يروح حلب، على سوق الهيل على حلب، وكله على طريق يروح على الدوار. وكان التين بتاعتكم عادي مو هيك؟ كان كله عادي يعني جبليه، واللي ما يحسن ياخذ على الاسواق يجففوه على الاسطح هون، يجففوه يعملوا تين وزبيب وناكل منه في الشتاء. هذا فاكهة الشتاء. يعني ايش هو سبب انه شبه انقرض او خف التين عندكم؟ الاهمال اللي صار، الهجرة اللي صارت في السبعينات من الريف للمدينة، فأدى إلى ترك الأشجار، رعاية الحيوانات، وتتحطبت قسم منها تحطب تحطيب وما في عناية، وخاصة التين بيحب العناية فانقرض. الزيتون رجع، الزيتون من حال ما ترجع تعيد تأهيله بيرجع بيصير، أما التين ما بيرجع بيصير. فهلق في الوقت الحالي الناس عم ترجع بتزرع التين بشكل كميات كبيرة، يعني ما في بيت هلق الا زرع له كذا شجره، يعني مشان الاكتفاء الذاتي ومشان التصدير، مشان الكسب المادي. نعم. يعني الله يعطيك العافيه، شكرا كثير لك. الله يسلمك. الله يعطيك العافية أستاذ، وش تعرفنا بحضرتك؟ صديق جو. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. أنت بمجلس محلي. نعم. أحد أعضاء المجلس المحلي. نعم. أهلا وسهلا فيك. أول شيء حكينا عن مساحة القرية. بالنسبة لمساحة قرية بازيهير 1500 هكتار. 1500 هكتار. نعم. طيب عدد سكانها؟ عدد سكانها قرابة 2500 نسمة. 2500 بتروح من 2300 2500 حسب الزيادة النازحين. هي مع المقيمين مع النازحين؟ نعم. شد المقيمين شد النازحين؟ قرابة النازحين 1500. نعم. والمهجرين 1500 والمقيمين 1000 تقريبا. نعم، يعني 2500 بالمجمل. نعم. هي عدد السكان. نعم. حكينا عن في وجود مدرسة في القرية. بالنسبة للقرية موجودة مدرسة المرحلتين، الصف السادس، من أول الصف السادس. نعم. تألف من 6 صفوف ابتدائية. نعم. بجهود الأهلي وأحد المنظمات تم بناء صفين. نعم. تمام، صار 6 صفوف وبناء سور، بحاجة إلى تأهيل لأن البعد في طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية. الإعدادي لا يوجد. إعدادي ما في وثانوي ما في. الإعدادي بضطر الطلاب يروحوا تقطيع على قرية دير سمعان. شد بتبعد قرية دير سمعان عنها؟ تقريبا حدود 3.5. 3.5. نعم. كيلومتر. والثانوي بضطروا يذهبوا إلى شو اسمه؟ إلى مدينة دار تعزي. مدينة دار تعزي. نعم. شد تقريبا بتبعد أيضا دار تعزي؟ 12 كيلو. 12 كيلو. المدرسة 12 كيلو. عن طريق طريق الشباب الرئيسي. نعم. وطريق هو طريق تجاري. ومخاطر تواجه الطلاب وتقطيع، وما في يعني سبل التوصيل، وما في مو طريق شو اسمه بطرف قرينائي. الطرق في القرية شلون وضع الطرق؟ في يوجد طريق الرئيسي يبعد 12 كيلو تقريبا عن مركز مدينة دار تعزي، وفي طريق موجود هو طريق شو اسمه البحث نحن نسميه، بيبعد تقريبا قرابة 4.5 إلى 5. هذا الطريق اللي نحن بنمشي عليه. نعم. غير معبد. نعم. هذا بوصل بين كور وبين دار تعزة. نعم. شد ببعض قربت الأربعة ونص. أربعة ونص كيلو. خمسة. نعم. بحتاج أكيد تعبيد أو. نعم. بحتاج تعبيد توسعة. نعم. شو اسمه لتيسير وصول الأهالي. تمام. خصوصاً لو تعرف خطر الطريق الرئيسي طريق تجاري اللي بيوصل بين شو اسمه. نعم. بين المناطق. حكينا كمان في كهرباء ومياه في القرية. بالنسبة للقرية. نحن عندنا هون القرية بصير بعد بين شو اسمه البناء. فبالنسبة لصعوبة شو اسمه التمديد للخطوط المياه. نعم. والصرف الصحي. نعم. أكثر الأهالي معتمدين على البيار شو اسمه سطحية دقين بير قرب من 200 ل 70 متر حسب الموقع الأرض.
بالنسبة لموضوع الهبة تبدأ أكثر شيء الأهالي على موضوع المياه. لو الكهرباء موجودة؟ الكهرباء لله الحمد متوفرة بكل القرية الحمد لله رب العالمين 24 ساعة. مركز صحي موجود؟ مركز صحي في القرية؟ تم بناء مساعة الأهالي مركز صحي ولكن ليس مش اسمه مؤهل، قرب 3 غرف مع غرف استقبال مع شو اسمه، هو موجود بناء ولكن غير عامل او شغال، لسه غير مؤهل يعني. نعم. شو اسمه يوجد كادر طبي وشو اسمه لاستخدامه. نعم. يعني ما في حاليا لا نقطة طبية ولا مركز صحي؟ لا ابدا ابدا ابدا. معناتها اي شيء بتحتاجوه انتم بتضطروا انه تنتقلوا لدار تعزية؟ دار تعزية نعم، موجود المشافي موجود، نضطر شو اسمه في الليل في النهار نزهر المسافات. الله يعطيكم العافية يا رب، شكرا كثير لكم. السلام عليكم. مشكور. الله يعطيكم العافية. الله يجزيك خير.